مساء الخير على كل المتابعين. هنعمل جولة جميلة شيقة إن شاء الله بمتحف الفن الإسلامي في باب الخلف. انتظرونا، يلا بينا. في متحف الفن الإسلامي، هو أكبر متحف للفن الإسلامي في العالم. شوفوا القطع الجميلة دي، الرداء المملوكي وجعبة السهام، يعني حقيقة بيعرض حاجات جميلة جدا. والجزء اللي أنا فيه بيعرض يعني أسلحة متنوعة. هو المتحف طبعا دي مجموعة من العملات الجميلة، برضو خلينا نصورها. هو المتحف كفكرة بدأت مع الخديوي إسماعيل، ويعني تم تنفيذها مع الخديوي توفيق، لكن تم افتتاحه يعني 1903 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. كان بدايته يعني مجموعة صغيرة تم تجميعها، وضعت في الديوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله. ثم بعد ذلك تم عمل هذا المتحف أو تنفيذه بقى وافتتاحه سنة 1903. وبرضه نقول إن دي من إنجازات أسرة محمد علي. دلوقتي أمامنا مجموعة من شواهد القبور الجميلة اللي بتعود للفترة العثمانية، وطبعا الكتابات الإسلامية والزخارف الإسلامية واضحة بشكل جلي في هذه الشواهد الكريمة. من أجمل ما يميز هذا المتحف العظيم هو تنوع الآثار من مناطق إسلامية كثيرة، من ضمنها إيران. المنطقة الخلفية مليئة بالآثار الإيرانية، وأيضا الأندلس والشام، ويعني مناطق إسلامية كثيرة كالهند وشبه الجزيرة العربية وأكيد مصر. من أجمل الآثار الجميلة فواحة من الذهب بتعود لأسرة محمد علي، وكذلك قلادة من الذهب بتعود للملك فؤاد، وهذه بونبونيرا من الزجاج أيضا تعود لعصر محمد علي. هذا المصحف الكريم الشريف يعود للعصر الأموي. انظروا إلى الخط، هذا مفتاح الكعبة المشرفة يعود للفترة المملوكية لعصر السلطان المملوكي الأشرف شعبان، ما يؤكد تفوق العلماء المسلمين. هذه الكرة السماوية من النحاس عمل ضياء الدين محمد، تعود للعصر العثماني مصر. الآثار الجميلة التي تعود للفترة الفاطمية التي كانت غنية بالزخارف والعمارة الإسلامية، وكانت يعني تهتم بتشييد القصور والأبنية والمتنزهات، وهذه نماذج تعكس غناء وثراء هذه الفترة. هذا محراب متنقل من الفترة الفاطمية يعود للحاكم بأمر الله.
هذه بعض النماذج الأثرية المملوكية، نجد ما يشبه المشط بغرض تمشيط الشعر وأعلى لتمشيط الذقن، وبجانبهم مرايا. مجموعة من الشمعدانات التي تعود إلى فترة السلطان قايد داي، وكان قد أعدها للمسجد النبوي. في ختام جولتنا البسيطة، أرجو أن أكون يعني نقلت حاجة كده جميلة بسيطة عن هذا المتحف القيم. شكرا لكم.